اهلا بكم في فيديو جديد من قناة تفجير وتنمية. في الحقيقة يا جماعة انا مبسوط جدا 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 عشان اخيرا وصلت 16,000 مشترك. كنت خايف ان يعدي الخمس ايام من غير ما اكون وصلت ل 16,000 مشترك. معلش يا جماعة النهاردة هتلاقوني كده مش بالحماس بتاع كل يوم، يعني هتلاقوني بتكلم كده وانا نعسان لان بجد فصلت يعني من كتر عمل الفيديوهات والسهر فصلت ما عنتش قادر. بس ما ينفعش يعني موضوع التلات والاربع فيديوهات ده ما ينفعش ابطله، ما ينفعش بطل. الموضوع ده نجح جدا معايا وعامل تفاعل معايا رهيب على القناة، ما ينفعش ابطله خالص، ما ينفعش ابطله. لاني مرة يعني زمان لما كنت استمرت على الموضوع ده 3 شهور، كان في ال3 شهور التفاعل جامد قوي، ولما بطلته وبقيت بنشر فيديو في الاسبوع او فيديوهين القناة نامت خالص، واخدت وقت كتير مجهود كتير عشان ارجع التفاعل عليها تاني، وبالتدريج بدأ التفاعل يبقى كويس جدا. وبعد كده التفاعل بقى لما استمرت بقى على الموضوع كتير حصل طفرة رهيبة في التفاعل. في الحقيقة يا جماعة أنا ببذل أقصى مجهودي على قد ما أقدر، نفسي أوصل ل100,000 قبل 2018 ما تخلص، لكن في الحقيقة مش عارف أنا هقدر أوصل ولا لأ، بس بعمل اللي أقدر عليه. للأسف يا جماعة معلش ما تزعلوش مني، الأسئلة كتير جدا وتنظيمها أخد وقت كتير جدا، فالفيديو بتاع الكيو أند إيه هتأخر فيه شوية. معلش يا جماعة يا ريت تشيروا لي على القناة على قد ما تقدروا، وتعملوا لايك الفيديوهات وتشيروا الفيديوهات في كل مكان. بس كده وشكرا جدا ليكم، وإلى لقاء آخر في فيديو جديد.